السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في موضوع جديد من موضوعات مادة الام 129. هنتكلم على الاوبتمايزيشن اللي هو تحديد اقل قيمة او اكبر قيمة او اللارجست او السمولست او المينيمم والماكسيمم لدالة معينة. الفكرة العامة لمجموعة التمارين اللي انا هشرحها انه بيحكي لي حكاية زي دي مثلا، وبيديني مجموعة من المعلومات، وبيديني دالة أساسية. الدالة دي هو عايز يخليها ممكن تكون مينيمم أو ماكسيمم، وبيكون مديني شرط تاني بيطبق على الدالة دي. يبقى أنا عندي دالة وعندي شرط بتقع تحته الدالة دي. فبنعمل إيه؟ بنروح نجيب الدالة دي ونخليها في متغير واحد فقط، ممكن يكون الإكس أو الواي على حسب الأسهل بالنسبة لك. يبقى جبنا الدالة الـ f of x، بعد كده هنشتقها ونسويها بالزيرو علشان نجيب الـ critical values، وبعدين نشيك أي واحدة منهم هي اللي هتحقق لي المطلوب، يعني هتديني الـ minimum value أو الـ maximum value. إن شاء الله مع مجموعة التمارين هتوضح الفكرة أكتر. أول تمرين بيقول لي أوجد لي عددين موجبين بحيث إن حاصل الضرب بتاعهم بيكون 75، والعدد الأول زائد 3 من العدد التاني هيكون قيمة مينيمم. فإحنا هنفرض إن العددين دول هما X و Y، وحاصل الضرب طبعا بتاعهم يبقى إذن الـ X والـ Y بتساوي 75. طيب فين الدالة التانية؟ اللي هو الفيرست زائد التلاتة من التاني بيساوي مينيمم، يبقى إذن الإكس زائد التلاتة واي بيساوي الإس. الإس دي قيمة افتراضية أو اسم للدالة، ممكن تفرطها إم إن زي ما أنت عايز. طيب إحنا عايزين نخلي الدالة إس دي أقل ما يمكن، يعني مينيمم. يبقى هنعمل إيه؟ أول حاجة هنخليها في متغير واحد بس. هنا طبعا هي في متغيرين، متغير X ومتغير Y، أنا عايز أخليها في متغير واحد فقط. طيب هنعمل إيه؟ هنطلع من المعادلة الأساسية اللي هي كانت الـ XY بتساوي 75، ونقول إن الـ Y بتساوي 75 على X. يبقى هنعمل إيه؟ هنعوض عن الـ Y في المعادلة بتاعة الـ S، يبقى إذن الـ S بتساوي الـ X زائد الـ 3Y، وقلنا الواي من هنا كانت بخمسة وسبعين على الإكس، عوضنا بيها هنا، يبقى إذن الإس بتساوي إكس زائد 225 على إكس. 225 جت منين؟ أما ضربنا التلاتة في 75، يبقى إذن الإس بتساوي إكس زائد 225 مضروبة في إكس أس سالب واحد. قلنا لما يكون المتغير موجود في المقام بأس هنرفعه فوق بأس سالب، ولو هو موجود في البسط بأس سالب هننزله المقام بأس موجب على حسب ما احنا عايزين. يبقى إذن نشتق الدالة دي، مشتقة الإس داش بيساوي طبعا مشتقة الإكس هتديني واحد، ومشتقة المتين خمسة وعشرين إكس أس سالب واحد بكام؟ المتين خمسة وعشرين تنزل زي ما هي، الإكس أس سالب واحد يبقى الأس هينزل، يبقى إس سالب واحد، سالب واحد هنا مضروب في احنا الاكس اس سالب واحد هنطرح منها واحد، تبقى اكس اس سالب واحد سالب واحد، يعني كأنها اكس اس سالب اتنين. طيب نرتب شغلنا، الواحد هينزل زي ما هو، والسالب واحد ده مضروب في المتين خمسة وعشرين يديني سالب متين خمسة وعشرين، وهنا اكس اس سالب واحد سالب واحد يعني اكس اس سالب اتنين. طيب من الافضل هنا ان انا اخلي الاس في المقام ب قيمة موجبة، يبقى إذن واحد ناقص المتين خمسة وعشرين على إكس تربيع. إحنا عايزين نجيب إيه؟ الكريتيكال بوينت أو الكريتيكال فاليوز، فالمفروض إن إحنا بنجيب المشتقة ونسويها بالزيرو، يبقى ناخد الواحد ناقص المتين خمسة وعشرين على الإكس تربيع ونسويها بالزيرو، يعني المتين خمسة وعشرين هتترمي في الطرف التاني تبقى موجبة. يبقى إذن المتين خمسة وعشرين على الإكس تربيع بتساوي واحد بضرب الطرفين في وسطين، يبقى إذن الإكس تربيع مضروبة في الواحد هتديني إكس تربيع،
و225 في 1 هتديني 225، يعني في النهاية هنطلع إن الإكس بتساوي زائد أو ناقص الجذر التربيعي ل225. الجذر التربيعي بيكون يا إما قيمة موجبة أو سالبة، لكن الجذر الفردي أو اللي هو 3 و5 و7 والكلام ده بيكون ليه قيمة موجبة أو سالبة على حسب الرقم. يبقى إذن الإكس هيكون قيمتها زائد أو ناقص 15، لكن ده فيه شرط هو قايلهولي، قايل إن العددين اللي موجودين عندي دول بوزيتيف نمبر، يعني إيه؟ أعداد موجبة. يعني إيه كمان؟ يعني معنى كده إن القيمة اللي هي سالب 15 دي هيتم إهمالها أو قيمة مرفوضة. يبقى إذن القيمة النهائية للإكس بتساوي موجب 15. طيب إحنا جبنا الإكس، عايزين الواي، بس إحنا كنا عارفين إن الإكس واي كانت ب75، يبقى إذن الواي كانت ب75 على إكس، يعني الواي بتساوي 75 على 15 هتديني 5. يبقى إذن العددين هما 5 و15. لو حضرتك ركزت تاني هتلاقي إن لو ضربناهم في بعض هيطلعوا 75. لو خدنا الـ15 زائد 3 في العدد التاني اللي هو الواي هتديني أقل قيمة ممكنة. التمرين اللي بعد كده برضو بيقول لي اوجد لي عددين ريال نمبر، يبقى اوجد لي عددين ريال نمبر بحيث طبعا اللي هما اكس والواي، بحيث انه الاكس والواي بتساوي 15 مجموعهم، والدالة اللي هي البي بتساوي اكس تربيع واي هي المينيمم. خلي بال حضراتكم كقاعدة دايما بتلاقي ان الدالة ما بيكونش ليها قيمة، يعني مثلا هنا هو عايز البي اللي هي اكس تربيع اكس واي تربيع قيمة مينيمم. دايما الحاجة اللي زي ديت او اللي هي المعادلة اللي فيها اكس زائد الواي بيساوي رقم، دي اللي احنا بنستخدمها علشان نعوض في الدالة التانية. نبدأ شغلنا، بنقول دلوقتي الاكس والواي طبعا هما العددين بتوعي، هنقول مجموعهم كان ب15، وحاصل الضرب او البي بتساوي الاكس واي تربيع، ده احنا عايزينه يكون ماكسيمم مش مينيمم. يبقى اذن البي اللي هي الاكس واي تربيع موجودة تحت الشرط subjected to ان الاكس زائد الواي بتساوي 15. هنعمل ايه؟ هنعوض عن قيمة الاكس او الواي في الدالة الاصلية اللي هي البي بحيث ان احنا نخليها في متغير واحد فقط. طيب هنعمل ايه كمان؟ يعني معنى كده انه الاكس من المعادلة الاولانية، مش كان عندي اكس زائد الواي بتساوي 15، يبقى اذن الاكس لوحدها بتساوي الـ15 ناقص الواي، ونرجع نعوض عنها في البي، يبقى اذن البي بتساوي واي تربيع مضروبة في الاكس، وقلنا الاكس خليناها 15 ناقص الواي. يبقى نوزع شغلنا، الواي تربيع نضربها هنا والواي تربيع ندخلها برضو على الواي هنا، يبقى إذن الـ15 واي تربيع، أو أسف هنا هيديني 15 واي تربيع ناقص، طبعا لما نضرب الواي تربيع في الواي هتديني واي تكعيب. دي هي الدالة الأصلية بتاعتي اللي هي البي اللي هو عايز يخليها ماكسيمم فانكشن. هنعمل ايه؟ هنجيب المشتقة الأولى بتاعتها ونسويها بالزيرو. طيب يبقى إذن المشتقة الأولى الاتنين تنزل تحت، يعني معنى كده إنها هتكون 2 مضروبة في الـ15 واي ناقص مشتقة الواي تكعيب تبقى 3، والأس بالنقص منه 1، فبدل ما يكون 3 يبقى 2، يبقى 3 واي تربيع. جبنا المشتقة الأولى طلعت 2 في 15 يعني 30 واي ناقص 3 واي تربيع. المفروض إن احنا بنضع المشتقة الأولى بتساوي 0 علشان نجيب الكريتيكال بوينت. أوكي، يبقى إذن 30 واي ناقص 3 واي تربيع بتساوي 0. طيب حضراتكم شايفين إن هنا 30 وهنا 3، ممكن نقسم على 3؟ يبقى إذن بقسمة الطرفين على 3، يبقى 30 أما نقسمها على 3 هتديني 10، والـ3 أما نقسمها على 3 هتديني هنا 1، يعني معنى كده إنه الناتج بتاعي هيكون 10 واي ناقص الواي تربيع بيساوي 0. طيب نعمل ايه هنا؟ احنا عايزين نحل المعادلة دي. اياكو حد يقول لي يعني معنى كده ان الـ10 واي بتساوي واي تربيع. هو رياضيا صح،
بس المشكلة إنه أنت بالشكل ده هتطير قيمة من الواي، هتطير قيمة الواي لو هي بتساوي زيرو. طيب الحل الصح نعمل إيه هنا؟ الحل الصح حضراتكم شايفين إن الواي ممكن ناخدها عامل مشترك لأنها مكررة في الكميتين دول، يبقى هناخد الواي من العشرة واي هيبقى لي عشرة، وناخد الواي من هنا يبقى لي واي. يبقى إذن هنعمل إيه؟ هناخد الواي عامل مشترك، أما نقسم العشرة واي على واي هيبقى لي هنا عشرة، وما نقسم الواي تربيع على الواي هيديني واي. من المعادلة دي هيطلع لي إن الواي بتساوي زيرو، أو إن العشرة ناقص واي بتساوي زيرو، عشرة ناقص الواي بتساوي زيرو. طيب يعني إن العشرة بتساوي واي، يبقى أنا عندي قيمتين هنا، يا إما تكون قيمة الواي بتساوي زيرو يا إما تكون قيمة الواي بتساوي عشرة. طب مين فيهم اللي بتخلي الدالة اللي موجودة عندي دي ماكسيمم؟ هنضطر نجيب المشتقة التانية للبي ونشيك، لو كانت قيمة المشتقة التانية بتاعتها أكبر من الزيرو يبقى المفروض إنها هتخلي الدالة مينيمم، لو المشتقة التانية بتاعتها أقل من الزيرو يبقى هتخلي الدالة قيمتها ماكسيمم. يبقى إذن إحنا محتاجين نجيب المشتقة التانية، ودي نقطة مهمة جدا جدا وتخلوا بالكم منها. هنيجي نجيب المشتقة التانية، هي كانت المشتقة الأولى بكام؟ المشتقة الأولى كانت ب30 واي ناقص 3 واي تربيع. طيب المشتقة التانية هتكون 30 بس، طبعا مشتقة الواي هي واحد، يبقى 30 ناقص مشتقة التلاتة واي تربيع، الاتنين هتنزل هنا، يبقى إذا 2 في 3 ب6 تديني 6 واي، يبقى دي المشتقة التانية. نعمل ايه كمان؟ هنروح نجيب المشتقة التانية عند الصفر والمشتقة التانية عند العشرة، لأن أنا عندي قيمتين يا إما زيرو يا إما عشرة. المشتقة التانية عند الزيرو يبقى المفروض إنه الجزء ده هيطير، هتديني 30 بس، طبعا هتكون كمية موجبة يعني أكبر من الزيرو، يعني تخلي لي الدالة الأصلية اللي هي البي كمية مينيموم. طيب لو كانت المشتقة التانية عند عشرة يبقى نعوض في المشتقة التانية، يبقى 30 ناقص 6 في 10، يعني 30 ناقص 60 تديني سالب 30، يعني هتديني ناتج سالب، والسالب طبعا أقل من الزيرو، يبقى المفروض إنها هتخلي الدالة ماكسيمم. طيب هو احنا عايزين العددين بحيث إنهم يكونوا مينيمم ولا ماكسيمم؟ عايزينهم ماكسيمم زي ما هو طالب هنا، فالمفروض إن احنا نختار قيمة الواي بتساوي 10. يبقى إذن المطلوب إن المشتقة إنه الدالة بتاعت اللي هي البي تكون ماكسيمم، وبالتالي الحل الصح في الاتنين دول هو إن الواي بتساوي عشرة. طيب جبنا الواي يبقى إحنا محتاجين الإكس، يبقى عند الواي بتساوي عشرة عارفين إن الإكس زائد الواي بتساوي 15، يبقى إذن الإكس زائد العشرة بتساوي 15، وبالتالي الإكس لوحدها بتساوي 15، هنطرح منها عشرة هيديني 5. يبقى إذن النقطة المهمة في المثال دوت إن ممكن يطلع لي أما أجيب المشتقة الأولى أكتر من قيمة. طيب هو في التمرين بيطلب مني يا إما مينيمم يا إما ماكسيمم، طب عشان نحل نعمل إيه؟ هنروح نجيب المشتقة التانية ونشيك، لو المشتقة التانية أكبر من الزيرو يبقى القيمة دي بتخلي الدالة عندي مينيمم، لو المشتقة التانية أقل من الزيرو يبقى القيمة دي بتخلي الدالة ماكسيمم. شوف بقى هو طالب منك مينيمم ولا ماكسيمم، واختار القيمة المناسبة ليك. تمرين بعد كده جاي بيقول لي عندي بوكس صندوق، الصندوق دوت قاعدته على شكل مستطيل، يعني معنى كده انه هيكون هنا في اكس وهنا في واي، وبيكون في اوبن توب. معنى ايه؟ معناه انه صندوق، الصندوق ده ملوش غطا، يعني معنى كده ان الفتحة اللي فوق دي ملهاش غطا. السيرفيس اريا مساحة الشكل ده كله، ودي مقصود بيها مجموع مساحات الشكل كله، يعني الأوجه بتاعته كلها كانت 600 سنتيمتر مربع. اوكي قلت لحضراتكم اما يكون فيه رقم يعني السيرفيس اريا بتساوي 600، يبقى دي اللي احنا هنستخدمها في التعويض في الدالة الرئيسية. طيب بيقول لي لو الهايت، يعني لو ارتفاع المستطيل اللي موجود عندي دوت مساوي للعرض بتاعه، هات لي الأبعاد الخاصة بالمستطيل.
بشرط تديني maximum value. ناخدها واحدة واحدة. عندنا مستطيل، والمستطيل دوت يعني معنى كده انه هيكون فيه هنا x وهنا فيه y، بحيث ان surface area مجموع مساحات الأوجه الخاصة بالمستطيل اللي مفتوح من فوق كان بـ600 سنتيمتر مربع. يبقى دي معلومة خليها دلوقت. بيقول لي لو الهايت، لو ارتفاع الصندوق دوت، ارتفاعه اللي هو ده، طيب ماله، كان مساوي لعرضه. خلينا نقول ان العرض بتاعه هو الواي، يعني ده واي. يبقى هنا هنكمل الصندوق كده، الاتنين دول طبعا هيوصلوا هنا، وده يوصل كده وكده وكده. لو كان ارتفاعه بيساوي عرضه، اوجد لي ابعاده، يعني انا عايزك تجيب الطول والعرض والارتفاع بحيث انه يديني ماكسيمم فوليوم. فوليوم يعني الحجم، حجم الشكل ده بيساوي طوله في عرضه في ارتفاعه. الطول اللي هو مثلا خلينا نقول الاكس، والعرض اللي هو الواي، والارتفاع اللي هو كمان الواي. يبقى إذن المعلومات اللي موجودة عندي مجموع مساحات الأوجه الخاصة بالمستطيل أو المكعب دوت اللي مفتوح من فوق يكون 600 سنتيمتر مربع، وإحنا عايزين إن الفوليوم بتاعي يكون ماكسيمم. يبقى إذن الفوليوم بتاعي اللي هو إيه؟ الفوليوم إحنا عارفين إن هو الطول في العرض في الارتفاع، يعني معنى كده إنه هيكون الإكس مضروب في الواي مضروب في الواي، يعني هيكون اكس واي تربيع. طيب فين الشرط الصغير اللي هو قاله لي؟ هو قال لي ان مجموع مساحاته او اللي هو السيرفيس اريا كانت 600 سنتيمتر مربع. طيب سيرفيس اريا دي اجيبها ازاي؟ هو الصندوق اللي موجود عندي ليه فتحه، مفتوح من فوق ولا مغلق؟ هو مفتوح، يعني معنى كده ان الصندوق دوت ليه كم وجه؟ ليه 5 اوجه. لو حضراتكم قدامكم حاجة زي علبة مناديل، عدوا الأوجه بتاعتها هتلاقوها قاعدة وعلو حاجة علوية، يبقى كده 2، وبعدين الجوانب 2، وبعدين في كمان جانبين الأمامي والخلفي، يبقى 6 أوجه. لو هو مغلق بيكون 6 أوجه، لو هو مفتوح من فوق فمعنى كده أنه هيكون 5 أوجه. طيب الخمس أوجه دول هما كلهم لهم نفس المساحة؟ لأ. ليه؟ لأنه والله أنا عندي هنا 2 مستطيل، يعني أنا عندي هنا اللي هو إكس واي ده، أدي واحد، وعندي هنا كمان هنا في واي ده مستطيل، أدي مستطيل وأدي مستطيل، والمستطيل المقابل ليه، يبقى كده 3 مستطيلات. حجم أو مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طوله في عرضه يعني كام؟ يعني معنى كده إن هنا كان واي وهنا كان إكس، هنضرب الواي في الإكس يديني واي، وهم 3 مستطيلات، يبقى المساحة بتاعتهم كلهم تكون 3 واي. يبقى احنا كده جبنا المستطيل اللي هنا واللي هو في القاعدة واللي في الجانب الأيسر. طيب ناقصتنا كده 2 وجه اللي هو الأمامي والخلفي. الأمامي والخلفي دول متظبطين ازاي؟ لو شفناهم هنلاقي انه ارتفاعه اللي هو الواي مضروب في الواي، يبقى واي تربيع. والخلفي برضو نفس الحكاية، لان الارتفاع ده الارتفاع ده هو نفس الارتفاع ده، فمعنى كده انه هيكون واي تربيع زائد واي تربيع. يبقى اذن هيبقى المساحة الكلية 3 اكس واي زائد 2 واي تربيع. نراجع شغلنا. السيرفيس اريا بتاعتي كانت 600 سنتيمتر مكعب. الصندوق اللي موجود عندي صندوق مكون من 6 اوجه، لكن بيقول لي open top، معنى كده ان الوجه العلوي او الغطاء بتاعه مش موجود، يبقى المفروض انه يكون 5 اوجه. طيب هل الخمس اوجه دول زي بعض؟ لا، لانه بيقول لي ان ارتفاعه بيساوي العرض بتاعه، يعني معنى كده انه الشكل ده مستطيل. طيب الخمس اوجه دول فيه 2 قدام بعض اللي هو ده وده، ودول مساحتهم كل واحد منهم هيكون طوله في عرضه، طوله اللي هو اكس وعرضه اللي هو واي، معنى كده ان هتكون الواي تربيع في 2. طيب والتلات اوجه الباقيين اللي هو ده والوجه ده والوجه اللي هو في الارض او القاعده بتاعته، دول 3 مستطيلات. الواحد منهم مساحته كام؟
مساحته x في الواي، يعني معنى كده انها تكون 3 اكس واي. يبقى اذا السيرفيس اريا بتاعتي كانت 3 اكس واي زائد 2 واي تربيع بتساوي 600، ودي اصعب نقطه في المساله. نكمل شغلنا بقى. احنا عندنا الداله بتاعتنا اللي هي الفي اللي بتساوي الاكس مضروبه في الواي تربيع، وزي ما قلت لكم دي معرضه للشرط ده. هنعمل ايه؟ هناخد قيمة متغير من هنا ونعوض فيها في الدالة الرئيسية. فاحنا هنشوف قيمة الاكس بكام. بما ان التلاتة اكس واي زائد اتنين واي تربيع بتساوي 600، يعني معنى كده ان التلاتة اكس واي لوحدها بتساوي 600 ناقص اتنين واي تربيع. انا هرمي اتنين واي تربيع في الطرف الايسر او اسف الايمن باشارة مخالفة، لكن ده انا عايز الاكس لوحدها، يعني معنى كده ان الاكس بتاعتي بتساوي 600 ناقص 2 واي تربيع ونقسم على 3 واي، يبقى ده قيمة الاكس. وبعدين نروح نعوض بيها في الدالة الاساسية، يعني معنى كده انها 600 ناقص 2 واي تربيع على 3 واي مضروبة في الواي تربيع. حضراتكم شايفين ان هنا فيه واي في المقام وهنا فيه واي تربيع في البسط، دول مضروبين في بعض، او اسف يعني ده في البسط وده في المقام، فاحنا ممكن نطير دي مع دي، يبقى هيكون 600 ناقص 2 واي تربيع مقسومة على 3، وطبعا فوق في البسط كمان مضروبة في الواي. الكمية اللي في البسط دي احنا ممكن نعمل فيها ايه؟ هنضرب فيها في الواي التانية دي، يبقى اذا الواي دي تنضرب في 600 هتديني 600 واي، والواي دي تنضرب في 2 واي تربيع هتديني 2 واي تكعيب. على كام؟ على 3 زي ما هي. نروح نعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنقسم ال 600 واي على 3 لوحدها، وبعدين نقسم ال 2 واي تربيع على 3، يعني 600 واي على 3 هتديني 200 واي. وهنا الكمية التانية هتكون سالب 2 واي تكعيب مقسومة على 3، ودي تكون أبسط صورة للدالة. جبنا كده الدالة بتاعتنا. خطواتنا هنشتق ونساوي المشتقة بزيرو، وبعدين نشوف القيم اللي بتطلع، لو أكتر من قيمة يبقى هنجيب المشتقة التانية ونختبر. طيب المشتقة الأولى هنا هتكون كام؟ الميتين واي مشتقتها تنزل 200، وهنا الاتنين على 3 واي تكعيب مشتقتها هننزل التلاتة، طبعا ننزل الأسة، يبقى 2 على 3 في 3، وبعدين الواي تكعيب طبعا هنطرح من الأس بتاعها واحد تبقى تديني واي تربيع. يبقى إذن المشتقة هتطلع لي 200 ناقص 2 على 3 في 3 واي تربيع. طيب طبعا التلاتة دي هتطير مع التلاتة دي، يبقى المفروض إنها تطلع 200 ناقص 2 واي تربيع، يبقى 200 ناقص 2 واي تربيع. المفروض بنجيب المشتقة الأولى ونساويها بالزيرو، نساويها بالزيرو، يعني الميتين بتساوي 2 واي تربيع. ممكن نقسم على 2 هنا، يبقى معنى كده ان الواي تربيع بتساوي 100، يبقى اذن الواي بتساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي 100 اللي هي تبقى زائد وناقص 10. لكن ده احنا هنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم على طول او ارتفاع لحاجة. هو الطول او الارتفاع ده ينفع يكون بقيمة سالبة؟ لا، يعني معنى كده انه الحل بتاعي اللي هو سالب 10 ده مرفوض، يبقى اذا القيمة المناسبة او القيمة السليمة للواي اللي هي تكون 10 وفقط، يبقى اذا الواي بتساوي كام؟ 10. لكن ده انا عايز الاكس كمان. الاكس دي لو حضراتكم فاكرين كنا حاسبينها من فوق كانت بتساوي 600 ناقص 2 واي تربيع على 3 واي، يبقى اذا 600 ناقص 2 واي تربيع، الواي تربيع اللي هي 10 ضرب 10 يعني 100 مقسومة على 3 واي يعني 3 في 10، يبقى إذن 600 ناقص 2 في 100 يعني 200 على 30. 600 ناقص 200 هتديني 400 على 30 اللي هي تديني 40 على 3. يبقى إذن الدايمنشنز بتاعتي هتكون 10 و40 على 3. تمريننا اللي بعد كده بيقول لي اوجد لي الدايمنشنز، يعني الطول والعرض والارتفاع
الخاصه بصندوق مغلق. طبعا احنا قلنا لما الصندوق اللي موجود عندي يكون مفتوح يبقى المفروض انه هيكون 5 اوجه، اما لو كان مغلق فالمفروض انه بيكون 6 اوجه، طبعا اللي هو اللي فوق واللي تحت واللي جناب والجهة الأمامية والجهة الخلفية، لو عدناهم هنلاقيهم 6 أوجه زي ما هو واضح قدامكم، بس بشرط إن يكون سكوير بيز، يعني معنى كده إنه القاعدة بتاعته، طبعا القاعدة والغطاء على شكل مربع، يعني هنا يكون إكس وهنا يكون إكس. وخلي بالك إن الفوليوم يعني حجم المكعب دوت بيكون 8000 سنتيمتر مكعب، الحجم اللي هو الطول في العرض في الارتفاع، يعني هيكون اكس مضروبة في الاكس مضروبة في الاتش. بس احنا عايزين اهم حاجة عندي انه يديني least amount of material اللي هو اقل كمية ممكنة من المادة المستخدمة لصنع الصندوق دوت. خلي بال حضراتكم كلمة least amount of material يعني معنى كده ان هو عايز least surface area. طيب نبدأ كده، احنا عندنا دلوقتي الدالة بتاعتي فيه دالتين اتنين، اول حاجة موضوع ان الفوليوم اللي موجود عندي كان ب8000، وقلنا الفوليوم اللي هو الحجم يعني بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، يعني هنضرب الاكس في الاكس في الاتش، يعني تديني اكس تربيع اتش بتساوي 8000، وقلنا ده ما بيكونش الدالة اللي انا هشتقها، ده هيكون الشرط اللي معرضة ليه الدالة التانية. طيب فين الحاجة اللي مقترنة بأقل او اكبر او المينيمم او الماكسيمم او الليست او الجريتست، اللي هي الماتيريال المستخدمة او السيرفيس اريا، يعني معنى كده ان السيرفيس اريا هي الدايرة، هي الدالة الخاصة بي اللي انا هشتقها. طيب السيرفيس اريا دي نحسبها ازاي وانا عندي صندوق؟ طيب الصندوق دوت 5 أوجه ولا 6 أوجه؟ على حسب، هو مغلق closed يبقى 6 أوجه. طيب الصندوق دوت المفروض انه القاعدة بتاعته والغطاء الاتنين زي بعض، يعني معنى كده انه مساحة كل واحد منهم هتكون اكس تربيع. ليه؟ مش المفروض ان الصندوق ده مربع، واحنا عارفين ان مساحة المربع بتساوي الطول في العرض، يعني معنى كده انه هتكون اكس تربيع. طبعا فيه القاعدة والغطاء يبقى 2، يعني معنى كده ان 2 اكس تربيع، يبقى جبنا هنا كده 2 اكس تربيع. طيب الاربعة اكس اتش جت ازاي؟ ما احنا عندنا هنا دلوقتي الجهة اليمنى والجهة اليسرى والامامية والخلفية، دول عبارة عن 4 مستطيلات، وكل مستطيل منهم مساحته طوله في عرضه. طيب ده طوله كان اكس وعرضه كان اتش، يعني معنى كده انه هيكون اكس اتش. طيب وهم كام مستطيل؟ هم 4، يعني 4 اكس اتش. يبقى اذا دلوقتي احنا بنقول ان احنا عندنا قاعده والقاعده ديت مربعه، وعندنا ده صندوق مغلق، وقلنا دلوقتي عندنا القاعده والغطاء كانوا ليهم نفس السايز او اكس واكس، يبقى التوتال بتاعهم هيكون 2 اكس تربيع. الاربع اوجه على شكل مستطيلات، فالمفروض ان كل واحد منهم مساحته هتكون اكس اتش، وهم 4 يبقى 4 اكس اتش. يبقى اذا عندنا الدالة الأساسية بتاعتي اللي هي السيرفيس اريا هتساوي 2 اكس تربيع زائد 4 اكس اتش، بس بشرط، الشرط بتاعي ان الحجم او الفوليوم اللي هو الطول في العرض في الارتفاع اللي كان اكس تربيع اتش كان ب8000. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ هنخلي الدالة بتاعتنا اللي هي الدالة دي المفروض اقل ما يمكن زي ما هو عايز. نبدأ كده، الاس كانت بتساوي 2 اكس تربيع زائد 4 اكس اتش، عايزين نخليها في متغير واحد، هي في متغيرين دلوقت، متغير اسمه اتش ومتغير اسمه اكس. طيب يبقى هنستبدل الاتش من المعادلة الخاصة بالفوليوم هنا، يبقى اذا الاتش بتساوي 8000 على اكس تربيع، نروح نعوض في الدالة الرئيسية، يعني هتبقى 2 اكس تربيع زي ما هي، 4 مضروبة في الاكس، والاتش احنا هنشيلها ونعوض عنها ب 8000 على اكس تربيع. يبقى اذا ال 2 اكس تربيع تنزل زي ما هي، 4 في 8000 يعني 32000 في الاكس على اكس تربيع، ممكن نطير الاكس اللي في البسط مع واحده من المقام، يبقى 32000 على اكس. دي الداله بتاعتي. طب ما نحاول نرتبها شويه عشان نعرف نشتقها،
يبقى هتبقى 2 اكس تربيع، والاكس اللي في المقام دي نطلعها في البسط بس بأس سالب، يبقى تكون 32,000 اكس أس سالب 1. نبدأ الاشتقاق. يبقى إذن مشتقة ال 2 اكس تربيع، طبعا ال 2 دي هتنزل هنا، فتبقى 2 ضرب 2 تديني 4 اكس، زائد ال 32,000 هتفضل زي ما هي، الأس سالب 1 هينزل قدام هنا، وبعدين اكس أس سالب 1 هنطرح منها 1 يبقى اكس أس سالب 2. يبقى إذن تبقى اكس أس سالب 2. نرتب شغلنا، يبقى المشتقة بتاعتي بتساوي 4 اكس ناقص السالب 1 ده هيبقى قدام هنا، يبقى ناقص 32,000 على اكس تربيع. الاكس أس سالب 2 في البسطة هنزلها في المقام بأس موجب. طيب احنا بنجيب المشتقة، جبناه بعد كده نروح نساويها بالزيرو. يبقى إذن الأربعة إكس ناقص 32,000 على إكس تربيع بتساوي زيرو. يبقى إذن الأربعة طبعا نضرب الطرفين في وسطين في النهاية خالص، طبعا هيبقوا كده، يبقى 32,000 مضروبة في الواحد بتساوي 4 إكس في الإكس تربيع اللي هي 4 إكس تكعيب. يبقى إذن الإكس تكعيب بتساوي 32,000 على 4، طبعا الأربعة دي مضروبة هنا هوديها في الطرف التاني مقسومة، يعني معنى كده انه الاكس تكعيب بتساوي 32,000 على 4 اللي هي 8,000. يبقى اذا الاكس بتساوي الجذر التكعيبي. ليه؟ لان هنا في تكعيب، فالمفروض انه الاكس بتساوي الجذر التكعيبي لل 8,000. باستخدام الآلة الحاسبة هتلاقوا ان الجذر التكعيبي لل 8,000 يطلع 20. اللي مش فاهم مبدأ الجذر التكعيبي والتربيع والكلام ده ممكن يعرف انه الجذر التربيعي لأي حاجة بيساوي الحاجة دي أس نص، علشان لو عايز يحسبها بطريقة تانية. أما الجذر، أما الإكس تكعيب فالمفروض إنها بتساوي الحاجة اللي تحت الجذر أس تلت. طيب يبقى إذن الإكس كانت بتساوي الجذر التكعيبي للتمن تلاف اللي هي طلعت بعشرين. طيب الإتش بكام؟ الإتش إحنا كنا معوضين عنها أو حاسبينها بتمن تلاف على إكس تربيع، يعني 8,000 على 20 ضرب 20. 8,000 على 20 ضرب 20، وخلي بال حضراتكم لما يكون في المقام اي حاجات مضروبه بعضها لازم نحطها ما بين اقواس. 8,000 على 400 هتديني 20، يعني معنى كده ان الدايمنشنز بتاعتي هتكون الطول والعرض والارتفاع 20 20 20. طبعا هنا انا ضايف جزئيه كده مش حضراتكم مش مطالبين بيها، ممكن ما نحسبهاش اصلا ولا تكتبها في الامتحان، انه يا ترى هل عند الاكس بتساوي 20 ديت هي مينيمم فاليو. كنا بنقول ايه، احنا بنروح نجيب المشتقه الثانيه وبعدين نحسب قيمه المشتقه الثانيه عند قيمه الاكس اللي احنا طلعناها. لو القيمه بتاعتها كانت قيمه اكبر من الزيرو يبقى المفروض انها مينيمم او الليست فاليو. فأنا هنا جبت المشتقة الأولى اللي كانت 4 إكس ناقص 32,000 إكس تربيع، وهروح أجيب المشتقة التانية بتاعتها. مشتقة الـ 4 إكس هتديني 4، مشتقة الـ سالب 32,000 إكس أس سالب 2، طبعا الـ 32,000 تنزل زي ما هي، والسالب 2 اللي كانت هنا تنزل زي ما هي هنا، يبقى هيبقى سالب مضروبة في السالب تديني موجب، وبعدين الـ 2 هنا، وبعدين السالب اكس اس سالب 2 هنطرح منها 1 تبقى اكس اس سالب 3. يبقى اذا المشتقه الثانيه هتكون 4 زائد 32,000 مضروبه في 2 اكس اس سالب 3. احنا عايزين ايه؟ عايزين نشوف المشتقه الثانيه عند قيمه الاكس اللي احنا طلعناها اللي هي كانت 20. لو حضرتك عوضت هنا ب 20 يبقى اذا ال 4 4 زائد 64,000 على 20 في 20 في 20 هتديني 12. الكمية دي أكبر من الزيرو ولا أقل؟ هي أكبر من الزيرو، فالمفروض إن هي بتخلي لي الدالة بتاعتي local minimum، يعني least value، يعني أقل material ممكنة. زي ما قلت لكم الجزئية دي أنت مش مطالب إن أنت تنفذها في التمرين ده، لكن في تمارين تانية أما بيطلع لك قيم X بقيمتين 2 فانت لازم تعمل حركة المشتقة التانية دي علشان تعرف اي من القيم بتديني local minimum وايها بتديك local maximum، وعلى حسب ما هو طالب
بتختار القيمة السليمة. تمريننا اللي بعد كده بيقول لي عندك فارمر فلاح، المفروض انه عنده 1500 قدم من مواد الفنسينج يعني سور، او فنس يعني سور، فالفنسينج مقصود بيها المواد اللي بيستخدمها علشان يصور الحديقة بتاعته او الارض بتاعته. يبقى عندي فلاح او مزارع عنده 1500 قدم من مواد التسوير، والمفروض ان هو عايز يعمل سور حوالين حقل مستطيل ريكتانجولر فيلد اللي هو ده، بس بحيث انه الحقل ده بيكون بجوار ستريت ريفر، المفروض انه بيكون جنبه نهر. طبعا هو he needs no fencing along the river، معنى كده انه مش محتاج انه يحط مواد تشجيع تسوير هنا، يعني معنى كده انه هيكون فيه ضلع من اضلاع المستطيل معلهوش ماده ماتيريال عموما. يا ترى بيقول لي يا ترى الدايمنشنز اللي هي الابعاد اللي هي الطول والعرض بتاعه الحقل ده بشرط largest area تكون كام؟ طبعا فين الداله بتاعتي اللي هي مقصود بيها largest area؟ طيب فين الشرط؟ الشرط اللي هو انه مجموع الاطوال دي يكون ب 1500، ودي اللي هنعوض فيها في الداله دي. يبقى تاني انا عايز مساحه الاريا دي تكون اكبر حاجه. نبدا كده هنيجي نقول والله ان انا كان عندي 1500 اللي هي محيط السور الكلي. طب محيط السور ده يكون ازاي؟ هنفرض ان دي اكس ودي واي، يبقى المفروض انه هيكون هنا اكس واكس يعني 2 اكس زائد الواي دول بيساوي 1500. يبقى دي اول معلومه. هو عايز هنا largest area يعني الماكسيمم area. طيب هو الشكل ده عبارة عن ايه؟ الشكل ده عبارة عن مستطيل. طيب مساحته ايه؟ مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض يعني x ضرب الواي. يبقى اذا الاريا بتاعتي بتساوي x و. يبقى دي الدالة اللي هنشتقها وحنسويها بالزيرو ونطلع قيمة الاكس الاكس عندها. طيب المفروض ان 1500 بتساوي 2 x زائد الواي. انا كاتب لحضراتكم طبعا هنا كاتب لكم ان الاريا بتساوي اكس واي، وانه سبجكت التو يعني الشرط بتاعي انه ال 1500 بتساوي 2 اكس زائد الواي. الداله بتاعتنا كانت اللي هي الاريا، المفروض ان احنا نخليها في متغير واحد يعني هنستبدل او نعوض عن الواي من المعادله اللي فوق، فنقول ان الواي دي كانت بتساوي 1500 ناقص 2 اكس. يبقى اذا ال A بتساوي x مضروبه في 1500 ناقص 2 x. نعمل ايه؟ هنوزع او ندخل ال x هنا وهنا، يبقى اذا هتديني 1500 x ناقص 2 x تربيع. دي الداله بتاعتي نشتقها. اما نشتق ال 1500 x فالمفروض انها تديني 1500 ناقص مشتقه ال 2 x تربيع، ال 2 دي تنزل هنا، يبقى 2 ضرب 2 هتديني 4 مضروبه في ال x. يبقى إذن هتكون المشتقة 1500 ناقص 4x. نساوي المشتقة الأولى بزيرو، يبقى إذن 1500 ناقص 4x هتساوي زيرو، يعني 1500 بتساوي 4x. يبقى إذن الx لوحدها بتساوي 1500 مقسومة على كام؟ على 4، هتديني 375 متر. طيب جبنا الx ناقص لنا الواي، لكن ده احنا عارفين إن الواي كانت ب 1500 ناقص 2x. يبقى إذن 1500 ناقص 2 مضروبة في 375. أما نضرب 375 في 2 هتديني 750، نطرحها من 1500 هتديني 750 متر. يبقى إذن الدايمنشنز بتوع الحقل هيكونوا 375 و750 متر. آخر تمرين معانا في المجموعة بيقول لي أنا عندي بوكس صندوق، الصندوق ده ذو قاعدة مربعة وopen top. ممتاز، قاعدته مربعة يعني معنى كده انه هنا هيكون x وهنا هيكون x، ومفتوح من الاعلى معنى كده انه هيكون خمس اوجه مش ستة. زي ما قلت لحضراتكم انا بيكون عندي القاعدة والغطاء وبعدين الاوجه اليمين واليسار والامامي والخلفي. طيب هو بيقول لي هنا انه الصندوق ذو قاعدة مربعة وopen top
بحيث ان الفوليوم بتاعي كان 32,000 سنتيمتر مربع، وطبعا الفوليوم بيبقى مكعب مش مربع. ده القيمة اللي احنا هنستخدمها للتعويض في الدالة الأصلية. وجد لي الدايمنشنز يعني الطول وعرض والارتفاع بحيث minimize الاماونت اوف ماتيريال يوزد، minimize الماتيريال يوزد. طبعا انا قلت لحضراتكم قبل كده كلمه ماتيريال يوزد معنى كده ان هو عايز السيرفيس اريا، يعني الداله بتاعتي هتكون هي السيرفيس اريا ومعرضه للشرط او موجوده تحت الشرط بتاعي ان الفوليوم يكون 32,000 سنتيمتر مكعب. نبدا شغلنا كده ونشوف هنحل التمرين ده ازاي. احنا عايزين نعمل مينيمايز الاماونت اوف ماتيريال، يعني مقصود بيه ان احنا عايزين نعمل مينيمايز للاريا نفسها، والفوليوم بتاعي كان 32,000 سنتيمتر مكعب. فين الاريا؟ الاريا هو المفروض ان ده صندوق. الصندوق ده 5 اوجه ولا 6 اوجه على حسب ما بيقول لي بقى، هو open top ولا close top. هو open يبقى المفروض ان يكون 5 اوجه فقط. طيب الخمس اوجه ده جاي ازاي؟ هو في قاعده والقاعده مربعه يعني اكس تربيع، وفي عندي هنا 4 اوجه اللي هو اليمين واليسار والامامي والخلفي. يبقى كده كام؟ كده 4 مستطيلات، كل واحد منهم مساحته كام؟ مساحته الطول في العرض، يعني معنى كده انه اكس مضروب في الواي. يبقى دلوقتي المستطيل او المكعب اللي عندي عباره عن 5 اوجه، القاعده بتاعته قاعده مربعه فهي اكس تربيع، وفي 4 اوجه، ال4 اوجه اللي هو اليمين واليسار والجهة الأمامية والجهة الخلفية، والجهات دي هي مستطيلات، فالمفروض إنه مساحة كل مستطيل منها طول في عرض، وهم 4 يعني 4xy. وطبعا القاعدة كانت x تربيع، يبقى إذا المساحة الكلية تكون x تربيع زائد 4xy. يبقى إذا السيرفيس اريا بتاعتي بتساوي x تربيع زائد 4xy، والفوليوم بتاعي اللي هو كان الطول في العرض في الارتفاع كان بكام؟ طوله اكس في عرضه اكس في ارتفاع واي، يبقى اكس تربيع واي. طبعا الفوليوم ب 32,000 سنتيمتر مكعب. الدالة بتاعتنا هي ديت، يبقى المفروض ان احنا عايزين نخليها في متغير واحد فقط. انا عندي هنا اكس وعندي هنا واي، يبقى المفروض نروح نجيب الواي من المعادلة التانية. يبقى اذا الواي كانت بكام؟ كانت ب 32,000 وهنقسمها على اكس تربيع، ادي الواي. نعوض بيها في الدالة الأساسية، يبقى إذن الإكس تربيع زائد 4X اللي هي زي ما هي هنا مضروبة في الواي اللي هي 32,000 على إكس تربيع. يبقى إذن الإكس تربيع 4 × 32 تديني 128,000، وهنا كان في إكس وهنا في إكس تربيع، فنطير واحدة مع اللي في المقام، يبقى في المقام واحدة إكس بس. فكرتنا بنروح نجيب المشتقة الأولى ونسويها بالزيرو. طيب بس قبل أي حاجة نرتب شغلنا شوية، نرتب المشتقة أو آسف الدالة الأصلية. فإحنا هنيجي نقول هنا الإس الدالة الأساسية إكس تربيع زائد 128,000 اللي كانت في البسط زي ما هي، والإكس اللي في المقام نطلعها في البسط بسالب واحد، وبعدين نشتق مشتقة الإكس تربيع. الاتنين تنزل ونطرح من الأس واحد، يبقى المفروض إنها تبقى 2x ناقص اللي هي جاية منين؟ سالب واحد. سالب واحد تنزل هنا فتبقى سالب واحد هنا، مضروبة في 128,000 اللي هو الرقم اللي هنا، والإكس أس سالب واحد المفروض إن احنا بنطرح من الأس واحد، فتبقى سالب واحد سالب واحد يعني سالب 2. يبقى إذن هتبقى 2x ناقص 128,000 مضروبة في إكس أس سالب 2. طيب احنا قلنا لو كان الاس في المقام وعايزين نرفعه في البسط يبقى باس سالب، ولو هو في البسط وعايزين ننزله المقام هيبقى باس موجب. يعني انا هعمل كده، هشيلها من البسط وخليها في المقام تبقى اكس تربيع علشان التسهيل عليا بس. يبقى اذا المشتقه بتاعتي هتبقى 2 اكس ناقص 128,000 على اكس تربيع. نعمل ايه؟ نساوي المشتقه الاولى بالزيرو، يبقى إذن هيكون الـ 2x بتساوي 128,000 على x تربيع. اضرب لي الطرفين فوق الوسطين، يبقى إذن الـ 128,000 اللي هو الطرف دوت بيساوي 2 الـx مضروبة في الـ x تربيع، 2x x تربيع.
وعارفين لما بنضرب الحاجات اللي هي الأساس بتاعها واحد فاحنا بنجمع الأسس، يبقى هنا تبقى 2x، 2 1 تبقى 3، يعني أكنها 2x تكعيب. يبقى إذن ال 2x تكعيب ب 128 ألفا، يعني معنى كده إنه الإكس تكعيب الوحدة طبعا هنقسم على 2 بتساوي 128 ألف على 2. 128 ألف على 2 لما نقسمها تديني 64 ألف. آخر حاجة يعني معنى كده إن الإكس بتساوي الجذر التكعيبي، وأنا فهمتكم يعني إيه جبتها إزاي، ليه ال 64 ألف. الجذر التكعيبي اللي هو ال 64 ألف أو اللي هي ال 64 ألف كده أس 1 على 3 دي تطلع ب40. طيب أنا جبت الإكس المفروض ناقص لنا الواي، لكن ده احنا عارفين إن الواي كانت ب 32 ألف على إكس تربيع، يعني معنى كده إنها 32 ألف على 40 ضرب 40. يبقى إذن الناتج بتاعي 32 ألف على 16 00 هيديني 20. يبقى الدايمنشنز بتاعتي هتكون طول في عرض في الارتفاع اللي هي 20 20 40. 20 طبعا اللي هي الاكس والواي والاكس تاني والواي اللي هو الارتفاع بتاعي. دول عبارة عن 6 تمارين فيهم معظم الافكار اللي موجودة. طبعا ممكن يكون في افكار تانية، بس دي طريقة الحل العامة لحل مسائل الـ optimization.